السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنتكلم لكم على واحد المشكل اللي كيوقع بزاف ديال الكليان فاش كيتصلوا بينا وكيقول لك اودي راه جاتني الفاكتوره ديال الماء غاليه. راه اختي كون عندي شي فويل ملي كتسول وكتقول له واش بانت عندك شي فزوقيه في شي بلاصه ولا هذيك، يقول لك لا ما كتبان عندي والو. كيقول لك واش اجي تشوف واش عندي شي فويل، اجي تاكد لي. حنا فاش كنجيو نشوفوا اول مره باش كنبغيو نتاكد واش كاين الفويل ولا لا، كنجيو للكونتور. الكونتور بحال هذا مثلا، الكونتور هذا الشركه راه دايره فيه واحد البياسه هي هنايا، هادي كتحرك غير باس تي في، يعني كتكون غير شي حاجه قليله صغيره كتحرك. دابا ما عرفتش واش كتبان ولا ما كتبانش، ها هي هنا الا كانت شي قطره صغيره تبان. ها هي فهاد الموديل هذا كاينه بهذا الشكل هذا، كاينه هنايا هي هادي، ماشي هادي ولكن هادي هي. ها هي كتحرك، اذا شفتو هادي كتحرك بوها لابريسيون قليله كتحرك. هادي هي اول مرحله اللي كنديرو باش كنعرفو واش كاين الفويت ولا لا. اذا كانت كدور هكا كنعرفو الفويت فين كاين، كنمشيو كساس كنقلبو في الدار شنو عنده. يقدر تكون هي لاشاس كتسيل وكدير هاد المشكل هذا، ولا ما كانش لاشاس كتسيل وما عندها حتى شي روبين كيسيل كساس كنقلبو على الفويت في وسط الحيط ولا في الارض. هذا هو المشكل اللي كنلقاوه دائما، وان شاء الله دابا ندير لكم مشكل كيفاش كتوقع لاشاس باش كدير لكم هاد المشاكل هذه.